ها، ولكن ما هذا الصوت؟ إنه صوت المطابع الدوارة. المطابع الدوارة؟ لكن أين أنت؟ أنا في مطبعة. ما رأيك في إصدار جريدة يومية بالاشتراك معي؟ هذا رائع فريد، سوف أكون الناشر. وأنا سأكون مراسلا صحفيا مشهورا. هيا بنا، هيا بنا، هيا مارسيل، إلى دار النشر بسرعة، إلى دار النشر. هل تعلم جميع أن إصدار جريدة أمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم؟ لا لقلة الورق بل لقلة القراء. في فرنسا يتضاءل إقبال القراء على الصحف اليومية، ففي سنة 1945 كان هناك 50 صحيفة يومية، بينما لا يتجاوز عددها اليوم 12. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحف المحلية، فهي الأخرى في تراجع. فلنبدأ رحلتنا، لدينا الدراجة والمطبعة كذلك. بالطبع، لكن بالنسبة إلى جريدتنا ألا يلزمنا رئيس تحرير؟ لا تقلق جميل، بخصوص رئيس التحرير فلدي فكرة، إنها مفاجأة. تفضل. مرحبا بلونتو. أهلا. هل ترضى بأن تكون رئيس تحرير جريدتنا؟ يمكننا المحاولة. أنا متأكد من أن الأمر سينجح. ما هي إذن الجريدة المثالية التي يمكن أن نصدرها؟ الجريدة المثالية هي الجريدة التي تسترعي انتباه القارئ بإعطائه خلاصة الأحداث ليوم معين، والتي لا تكترث لحجم المبيعات. هل تظن أنها ستنجح؟ إنه أمر جريء. حسنا، فلنحاول إذن. بالتأكيد ستنجح، فمع نهاية الحرب العالمية الثانية ساد نفس جو الحماسة، إذ أصبحت صحف المقاومة التي كانت تعمل في الخفاء يوميات كبرى بعد استيلائها على وسائل الصحف المصادرة والتي حظرت بسبب تعاملها مع الألمان في السابق. لكن سرعان ما تراجعت إصداراتها لعدم توفر الناشرين، وهكذا توالى توقف الجرائد التي لم يمضي على إنشائها زمن طويل عن الصدور. لم يعد الفرنسيون يقرؤون الصحف اليومية بكثرة، إذ يأتون في المرتبة العاشرة عالميا بعد اليابانيين والسويديين والألمان وحتى بعض الإنجليز. فالإقبال على الجرائد الشعبية عندهم كبير جدا بفضل الأخبار المتفرقة والفضائح والصور الصادمة. هذه الجرائد تسمى تابلويد وهي صغيرة الحجم. هيا استيقظ، انتهينا. سوف نقوم بجولة في جريدة ليبراسيون، إنها من اليوميات الوطنية الحديثة العهد، فقد أنشئت سنة 1973 وهي تطبع 160 ألف عدد يوميا. الدراجة هي أفضل وسيلة للتنقل داخل مبنى الجريدة، فمنذ 10 سنوات اتخذت الجريدة مقرا لها موقفا قديما للسيارات، وقد استبقي هذا المسلك المنحدر الذي يصل بين جميع الأقسام. ويوجد لإعداد هذه الجريدة 310 موظفين، من بينهم حوالي 200 موظف يحملون بطاقة الصحافة. وهنا القسم المركزي الذي يتولى بشكل رئيسي مهمة الإخراج. إنها فعلا جريدة صاعدة. أما التحرير فيتألف من أقسام كبيرة: أخبار العالم، الاقتصاد، الرياضة، الثقافة، وهذا قسم فرنسا. إنما بسبب اجتماع هيئة التحرير لا يوجد الكثير من الموظفين. وأخيرا في الطابق الأخير لا يوجد مكتب المدير بل قاعة الاستراحة المجهزة بآلة القهوة الضرورية. وهناك المزيد جميل، انظر، إنها شرفة تطل على منظر عريض لباريس. ما رأيك؟ أقترح أن ننقل مكتبنا إلى هنا. إذن ما هو برنامج اليوم؟ إنه مكثف فعلا. يبدأ العمل حوالي 10:30 صباحا باجتماع هيئة التحرير. عندها يقوم الصحفيون باقتراح وتحديد المواضيع التي ستتناولها الجريدة، ثم يذهب الصحفيون للقيام بالتحقيقات الصحفية فيكتبون مقالاتهم، وفي حدود 5 مساء يبدأ إدخال أولى المقالات على شاشات كمبيوتر مسؤولي النشر وسكرتيرات التحرير، حيث يتم اختيار العناوين الرئيسية والثانوية والصور إذا لزم الأمر، ثم يتم إخراج المقالات بإدراجها ضمن الأعمدة المتعددة. وفي 8 يجتمع المسؤولون مجددا لتحديد الصفحة الأولى أي العناوين العريضة والصورة. ففي حوالي 10 مساء يجب أن تكون مادة الجريدة جاهزة، بمعنى آخر أنه تم حصر الصفحات وتصحيحها ومراجعتها ثم إرسالها على التوالي إلى المطبعة عبر الخطوط الهاتفية. في 11 تبدأ طباعة الجريدة، ثم ترسل الجرائد إلى الأكشاك بحيث يستطيع القراء مطالعة جريدتهم بمجرد أن تفتح أبواب هذه الأكشاك في 6 صباحا. بعبارة أخرى، لا مجال لإضاعة الوقت. هل تسمع؟ لقد حان وقت اجتماع هيئة التحرير.
تجتمع هيئة التحرير يوميا في 10:30 صباحا، ويمكن للجميع أن يشارك فيه. إنها نقطة انطلاق اليوم، لأنه الوقت الذي تحدد فيه المواضيع والمساحات المخصصة لكل منها. ما لدينا حاليا هو شيء يشبه سكة الحديد. لدينا هنا 44 صفحة تتخللها مساحات للإعلانات، وتبقى هنا المساحات المخصصة لأحداث الساعة السياسية الاقتصادية والثقافية. لملء هذه الصفحات يقترح كل مسؤول مواضيع اليوم، ثم يقرر مسؤول التحرير المواضيع التي ستتصدر الأخبار. تسمى هذه العملية ترتيب الأولوية الإعلامية، ولكل جريدة أولوياتها الخاصة. إذا صدف في يوم واحد زواج أميرة موناكو مع حدث يومي مهم أو مع أزمة سياسية، عندها نطبق خياراتنا الخاصة، بمعنى أن الحدث السعيد في موناكو سيدرج في الجريدة، لكن سيدرج بحجم مصغر على الأرجح، بينما سيحتل الموضوع الآخر مساحة أكبر، وقد يكون العكس في الجرائد الأخرى. بدأ الثلج في باريس على ما أعتقد في 7 مساء. كنا قد حددنا في الصباح موضوعا مختلفا تماما للصفحة الأولى، لا أذكر جيدا إن كان عن المخدرات أو عن قضية كوسوفو. ثم رأينا بكل بساطة الثلج. رأيت من خلال نافذتي سيارات متوقفة غير قادرة على التقدم. أجريت اتصالا فقيل لي تعطل السير في باريس، فقلبنا الجريدة رأسا على عقب. قد يتصدر أحيانا حدث ما الصفحة الأولى لجميع الصحف، حاجبا أحداثا أخرى بالغة الأهمية. كنت قد أعددت هذه الرسمة التي تمثل شخصا يقصد قسم التحرير لاستنهاضه، لأن الكل يتحدث عن الليدي ديانا، فيقول لرئيس التحرير لدي جميع صور المجزرة في الجزائر. كان ذلك حدثا فظيعا جدا حينذاك، فقد قضي على 400 أو 500 شخص في تلك المجزرة. ورئيس التحرير الذي لا يأبه إطلاقا لما يحدث، أي بالخبر الحقيقي عن الجزائر، يقول من هذا؟ من أين أتى؟ نحن في قسم أخبار العالم لجريدة ليبراسيون. حاليا لا يوجد سوى عدد قليل من الصحف الكبرى التي تملك القدرة المالية لاستخدام مبعوثين خاصين. ولتغطية الأحداث الدولية لدى ليبي 8 مكاتب دائمة في الخارج وحوالي 10 مراسلين. مرحبا ديديه. مرحبا. هل تشرح لي عندما تكون في الخارج في أقاصي بلد ما، كيف ترسل مقالا على وجه السرعة إلى التحرير؟ في الواقع نستخدم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، ونستخدم هواتف عادية وهواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية. هل ترين ما هو؟ أكيد، لحظة. تتصل عن طريق القمر الاصطناعي؟ نعم، لقد أصبح الآن أخف وزنا وأصغر حجما. حجمه ليس كبيرا؟ لا، ليس كبيرا، إنه جهاز صغير وعملي جدا ويساعدني كثيرا. ها هو في داخله هاتف. هاتف مع هوائي للقمر الاصطناعي. إذن يمكنك إجراء مكالمة هاتفية. هل يمكنك إرسال مقال مكتوب؟ نعم، يمكننا إرسال نصوص. في الواقع نستخدم عندئذ الكمبيوتر المحمول في حال عدم توفر الطاقة الكهربائية. نعم، عندما لا تكون المنطقة فيها كهرباء نستخدم جهازا مزودا ببطارية تمكننا من تشغيله لمدة 50 ساعة. ها هو. نستطيع الاتصال من أي مكان، لكن هل يمكننا الوصول إلى كل مكان؟ للأسف لا، وهذه تكون غالبا من أكبر المشاكل التي تواجهنا، بالإضافة إلى أن هذه المعدات محظورة في عدد من البلدان. لا أحد يكون صحفيا كبيرا من بداياته، فالكثير من الصحفيين يعملون في الصحافة المحلية، ويدعون المحليون، وهم يلتقطون صور مقالاتهم بأنفسهم، ويصل عدد التحقيقات الصحفية التي يقومون بها إلى 4 أو 5 يوميا. لمباشرة مهنة الصحافة يمكننا الالتحاق بمدرسة للصحافة أو التمرس ميدانيا، وهكذا يعمل المبتدئ صفاف حروف أو كصحفي مأجور على السطر. أنا فنان بنسبة 50% وصحفي بنسبة 50%، وبالتالي لا أسمح لنفسي بأن أكون سطحيا، لكن من جهة أخرى أريد أن أحدثكم عن مبالغة الرسام. يمكننا أن نتصور هنا ضوءا كاشفا، إنه كاشف يضيء. ماذا يحدث الضوء الكاشف؟ يلقي الظلال. ترون ما أقصد؟ بإمكاننا أن نتصور تشكل الظل. لنقل هنا مثلا، فهذا تصور الرسام. ثم ستقول لي هناك منطقة ظل أخرى تتشكل في مكان ما، بما أن الكاشف في الخلف هناك الأنف، وأنفه ضخم جدا. يمكننا أن نتصور تشكل الظل هنا، فيصبح لدينا رسم هو رسم كاريكاتيري وفي الوقت ذاته افتتاحية، وهكذا تنشره في الجريدة. طبعا، بما أن لدي ضوءا كاشفا. كباقي الصحفيين يستخدم بلانتيو برقيات وكالات الأنباء. أهم وكالات هي رويتر، أسوشيتد بريس، وكالة الأنباء الفرنسية، ولدى هذه الوكالات مراسلون في كل أنحاء العالم.
كيف تستطيع الوكالة الفرنسية للأنباء مثلا نشر خبر معين عبر العالم خلال دقائق معدودة؟ لنفترض أنه حدث زلزال في الصين، على الفور يقوم المراسل بإعلام مكتبه المحلي في بكين، فتقوم بكين بإعلام هونغ كونغ، وتقوم هونغ كونغ بنشر الخبر بالإنجليزية على كل مشتركي الوكالة الفرنسية للأنباء في المنطقة الأسيوية. ولم ينتهي الأمر بعد، إذ يبث هذا الخبر عبر الأقمار الاصطناعية إلى باقي المديريات الإقليمية الأربع: واشنطن، باريس، نيكوسيا ومونتي فيديو. فتقوم واشنطن بنقل الخبر بالإنجليزية إلى كل المناطق الناطقة بالإنجليزية في أمريكا الشمالية. باريس التي تغطي إفريقيا وأوروبا تبث الخبر بالإنجليزية والفرنسية وبالألمانية أيضا لألمانيا وبعض دول شرق أوروبا. وتقوم نيكوسيا بترجمة الخبر إلى العربية لبثه إلى الدول العربية. وأخيرا تقوم مونتي فيديو التي تغطي أمريكا اللاتينية بترجمته إلى الإسبانية. هكذا وفي غضون بضع دقائق تتمكن وكالة الأنباء من أن تنقل خبرا بعدة لغات إلى العالم كله. ماذا يجري فريد؟ ماذا حدث لك؟ هل وقعت؟ أوه جميل، أنا هنا على سطح الوكالة الفرنسية للأنباء. تعال أريد أن أريك شيئا. هذه الصحون اللاقطة الموجهة نحو الأقمار الاصطناعية يعود الفضل إليها اليوم في نقل الخبر بهذه السرعة. إن الأخبار ترد إلى هنا من جميع أنحاء العالم ومن جميع المناطق الفرنسية، فالوكالة تستخدم 80 مراسلا صحفيا دائما و1100 أجير. اتبعني سأريك مكتب التحرير الخاص بوكالة AFP. إنه عبارة عن قاعة التحرير الواسعة حيث يقوم الصحفيون على مدار الساعة بمتابعة الأنباء الواردة من جميع أنحاء العالم قبل إرسالها إلى الزبائن، والزبائن هم الصحف والإذاعات والتلفزيونات الموجودة في فرنسا أو في الخارج. إنها ملتقى طرق حقيقي. يقوم الصحفيون في مكتب التحرير بمراجعة وتصحيح وترجمة الأنباء، وفي غضون 3 دقائق يكون الخبر قد وصل إلى الزبون. بدأ هذا السباق الإعلامي منذ عام 1835 عندما أنشأ شارليس هافاس أول وكالة للأنباء. كانت الأنباء ترسل إلى الوطن بواسطة الحمام الزاجل.